بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعرف فيديو محطوط لك في الجروب صبح، شن صاير بالضبط؟ أعتقد إن نحتاج إن نفسر لكم باش تستوعبوا أنيش الظروف اللي نمر بها توا، وتكونوا شيني وتكونوا على يعني نكونوا على شفافية، بيناتنا كي ترانسبيرنسي، إحنا شيني نعرفوا الدنيا شن ماشية شن جاية، باش على الأقل شيني تعذروني شوية. وهذا مش إني إخلاء للمسؤولية ولا حاجة، لكن يعني أنا حاسس تقصير رهيب معكم، ولكن على الموضوع إن أنا حاطكم في السيتويشن أو في الظروف كذا، وما بيش نسيبكم في نفس الوقت، يعني عندي ظروف قاهرة، فافهموا معي شن صار بالضبط. أنا قاعد في يعني ساعاتي الأخيرة في مصر، صحيح أمس اللي هو تاريخ 18/8 طلعت الفيزا، اللي هي شيني الموافقة الحكومة البريطانية إن المواطن محمود زقلهم ينفع أن يخش للحدود متاعها. طبعا أنا عندي امتحان غادي، امتحان قريب هلبة، فدعواتكم بالله. شن صاير؟ اضطريت إني أنا، طبعا أنا ساكن في محافظة في مصر حاليا اسمها البحيرة، اضطريت إني أنا نمشي للإسكندرية المكان اللي قدمت فيه. المسافة 79 كيلو، 79 كيلو هذا بعد ما اني مشيت قالوا لي لا، راهو الفيزا نتاعك في القاهرة، والقاهرة بعد القاهرة على الإسكندرية حوالي 210 كيلو من غير 79 اللي أنا ضربته. مشيت من صبح بدون استعداد، بدون يعني أي شيء، مشيت لي القاهرة باش ناخذ الفيزا بتاعي، والحمد لله لحقت في الاخر نص ساعة، يعني وصلت 3:30 والحمد لله اخذنا الفيزا. بعدين روحت لي اسكندرية، هي 210 كيلو ثانيات، من 210 79 كيلو ثانيات، فانا روحت الساعة 11 في الليل منتهي. نسجل في الفيديو هذا الساعة 5:45 دقيقة الصبح الفجر، انني تو نايض نتم الشنطة متاعي وكذا ونمشي. شوف خطة اللي المسار بتاعي اليوم، إذا ما فيش طائرة مباشرة من مطار القاهرة ولا من مطار الإسكندرية لمانشستر، فأنا مضطر ناخذ رحلة طولها من 12 في الليل لتسعة الصبح، أحسب قداش نسمع، للغردقة المدينة السياحية أو المنتجع السياحي في مصر، بعدين شيني من الغردقة نمشي لمانشستر طول، في رحلة طولها 6 ساعات. كلام هو أمتى اليوم؟ فأنا الساعة توا الحين الساعة 5:45 دقيقة الصبح، العصر، واليوم جمعة طبعا، فهي العصر حنضطر إني يعني نمشي اسكندرية، من اسكندرية حنراجي للساعة 12 في الليل باش نمشي للغردقة، ومن الغردقة حنقعد الصبح كله، يعني حنوصل الساعة 9 الصبح، من 9 الصبح ل 8 في الليل باش تنطلق طيارتي. عندي يومين ما حيكونوا عبارة عن انتظار، والمشكلة الانتظار هو في محطة دولية متاع باصات، هذا اللي في اسكندرية لغردقة اللي حنمشي اليوم العصر للساعة 12 في الليل، وانتظار غدوة من 9 الصبح ل 8 في الليل حنكون في المطار. في الانتظار هذا أنا مش حنقدر نكون متاح لكم، علاش؟ لأنني في مكان اوريدي السيتويشن ما يسمحش. حاجه ثانيه، انا مش قادر شني مش قادر نوفق بين، يعني انا اصلا قرايتي مقصر فيها، امتحاني يوم 9/9 اللي برضه محتاج فيكم، محتاج فيه دعواتكم. فيا جماعه اعذروني مجددا، انا يعني عارف قلت لكم الساعه 12 محاضره، 12 الساعه 12 بالضبط يدن الجمعه في شو اسمه في مصر، وقاعد ما ودتش شنطي، وقاعد ما كنت قاعد ما ودتش الحاجات، لان القرار بتاع الفيزا عطل هلبة، وكنت يائس اني يعني اصلا حلحق الامتحان، ولكن يعني بفضل الله طلع لي في ساعات اخيره، يعني بدل ما الفيزا تطلع 4 اسابيع طلع لي في 8 اسابيع. فاني يعني انتظرت هلبة وامتحاني لاصق لصوق، يعني عندي حوالي 15 يوم بس في بريطانيا باش اني يعني نجهز روحي. فأنا آسف يا جماعة، أنا آسف على المقدمة الطويلة هذه كلها، الهدف منها واحد بس، إن يا جماعة بعضكم حاسس إن أنا مقصر، أو حاسس إن أنا ما نبيش نعطيها، أو حاسس إن أنا كي جو نحت في الكورس كي، وهذا أبدا والله ما هي طبيعي،
كورس ان شاء الله في واحد بس ياخذ الكورس كامل يفهم واموره طيبه، ولكن يعني الظروف هني حايله شويه معي انا، فاني مش حنقدر اليوم نعطيكم محاضره بهي مراجعه وكيف. اني لما نوصل غادي حنشوف هل انا حنقدر نراجع معكم ولا لا. هذا اللي وجعني، اني انا رحلت يوم 20، يوم 20 حرفيا حنوصل الساعه 1 في الليل في اللي مانشستر، ثاني يوم عندك 21 22 المفروض اني اكون نقرا مع الاولاد، ولكن احنا حنحاول نخصص لكم ساعه ونص ساعتين بيروشيني مراجعه، فمش بجميلي. هذا واجبكم او واجبي عليكم، واجبي تجاهكم عشان الكلمه مش حرف. على كل حال خلي نبدو، واسف على الاطاله. محاضره حتكون يعني نشرح فيها بروحي مش ممنجه بالطريقه اللي بالنسبه لنا المونتاج حياخذ مني وقت كبير، فانا مسجلت لك محاضره زوم، واعتقد ان اغلبكم شني متعود على الطريقه هذه او شني ظابط احنا كيف كنا نقرا مع بعض. حلو. جماعة ميتابوليزم الأحماض الأمينية والبروتينات رهيب سهل، لكن عيب شني إن دكتوركم منجز لكم واخد لكم جزئية واحدة بس اللي هي تصنيع النيوتريشنالي نون اسينشال امينو اسيدز. فهي شو معناها؟ انت شو تقول بالضبط؟ خلينا نتفقوا مع بعضنا على شويه بيزز نذكرك بالامينو اسيد كيمستري. فهي باش الصوره تجي معاك وتبدا شني بتفكر انت شو كنت تاخذ. اولا اخذت معي ان عندنا في الجسم عندنا 20 امينو اسيد. ال 20 امينو اسيد هي مقسمه بين احماض امينيه نقدر نصنعها في جسمي، فهي نون اسينشال يعني شني اني من مش محتاجها في الغذاء، واسينشال جسمي ما يقدرش يصنعها، لازم ان احنا ناخذوها في الماكله البروتينيه واللحوم وما الى ذلك. حلو. يا جماعة ال 20 حمض أميني ما شنو وظيفتهم؟ building blocks، إن يعني شنو بنبني، بتشكل مدينة، بتشكل بيت، بتشكل عمارة، بتشكل كذا. البلوكات هي هذه شنو؟ هذه اللي بتشكل البروتينات المختلفة في جسمي. طبعا هضمهم وكذا أكثر مكان يتم في المعدة، فهي المعدة والانتستن، فهي الفم ما نديروش فيه في شيء، هذه غير نقاط سريعه. الاستومك بفضل البيبسين والاتش سي ال يدقدق الاحماض الامينيه وتكسر الروابط بيناتهم. شوف هي تكسر الروابط اللي بيناتهم ما عدا البيبتايد. الاتش سي ال ما يقدرش يكسر البيبتايد، يكسر لك الهيدروفوبك الهيدروجين كذا. هذا الكلام اللي كنا شني زمان نشرحه فيه، اللي هو في عندك برايمري ستراكشر عباره عن احماض امينيه مربوطات ببيبتايد بوند، بعدين في الفا هيليكس، في تابلت شيت اللي يبدو شيني مربوطات بروابط هيدروجينيه وفوسفور دايستر بوند وغيرها، هذيك الاشكال. اما هذا البرايمري، هذا السكندري، التيرشري يبدو دوميناتك، والكواترنري عباره عن تيرشري لكن شيني معبي شو اسمه دومينات متكرره، زي مثلا الهيموجلوبين صوص الفا صوص بيتا، زي سي كي ام بي ويك. حلو. على كل حال المعدة بتكسر، التربسين والكيموتربسين وهلبا انزيمات بتكسر لي في الانتستن، بعدين بنهضم الاحماض الامينيه سواء اسينشال ولا نون اسينشال، بعدين بنبدا شيء ننقلها للجسم والجسم يستفيد منها. طبعا الكلام هو مش شارحه الدكتور، ولكن انت تحتاجه باش ناخذ يعني معلومه مع بعض نكي كيف الدنيا ماشيه وكيف الدنيا جايه. راح ال 20 حمض اميني بنذكرك منهم انهم كانوا شنو مقسمات زي توا كلاسيفيكيشن ومدبيه. مدبيه شنو تكتبها معي؟ كلاسيفيكيشن اوف امينو اسيدز كان مقسم هيك: نيوترال، اسيدك، و بيزك. صح ولا لا؟ تفكروا في الشيء هذا. النيوترال كان فيه الفاتك
وكان فيه أروماتيك، صح ولا لا؟ أليفاتك خطية، أروماتيك يعني تحتوي على حلقة بنزينية. الأليفاتك أول عائلة السمبل أمينو أسيدز، هي السمبل أمينو أسيد. ما والألوان هنا مهمة، مثال عليها ميني، مثال عليها جلايسين، جلايسين اللي بالأسود نون اسينشال، جلايسين و الأمين. حلو، هادو شنو؟ هادو أول زوز، هذه أول عائلة. عائلة ثانية البرانشد تشين أو المتفرعات، عندهم سلسلة، عندهم خط لك متفرع من نفس أمينو أسيد، هي بي سي أي أي، بي سي دبل أي اللي جماعة الحديد ياخذوا فيها. المثال متاعهم عبارة عن اليوسين، شوف اللون اللي بنكتب بيه تو، اليوسين أيزو والعمى اليوسين وفالين، هادو أحد أهم أحماض الأمينية اللي تخش في تركيب العضلات. هذه ثاني شنو؟ ثاني عائلة very important الكلام. هو ثالث عائلة هي OH أمينو أسيد. شنو هو OH أمينو أسيد؟ يعني أحماض أمينية تحتوي على هيدروكسيل. من هم أهم ومهم جدا الكلام؟ عندك سيرين نون اسينشال، فهي و فيريونين هو فهي اسينشال. very important to know, very important to remember. طيب وهما الزوز نقدر بكل بساطة ندير تحتهم، معلش نقدر ندير تحتهم خط أحمر، والخط الأحمر معناه نتفقوا إنه يكون شنو؟ بولر، أي قطبي، أي يدوب في الماء. حلو، بعدين عندي شنو؟ سلفر كونتيننج أمينو أسيدز، بهي ثم السلفر اللي يحتوي على الكبريت أمينو أسيدز. من هم هما زوز؟ زوز من هم الزوز؟ عندك سيستين نون، شنو اسمه، نون اسينشال، وعندك شني ميثيونين اللي كان شني اللي كان اول حمض اميني يتم ترجمته في اي بروتين في الجسم. ميثيونين حمض اميني اسينشال، مش عارف يبان لكم ازرق ولا لا، لكن المفروض يبان ازرق. اجي نكتب بهواني بس شني يبان انه اسينشال ميثيونين، اعتقد انه هيك يعني، فهمتش خير زي وجهي، لكن يلا. وفيهم في نقطة القطبية ميزة، إن هذا قطبي، فهي هذا قطبي، الميثيونين مش قطبي لأن السلفر بتاعها مشدودة. آخر حاجة في ال شو اسمه في ال نون اسينشال، آسف، في الأليفاتك هو إيمينو جروب أو مجموعة حميض أميني، هو مني برولين. هذا شنو؟ هذا نون اسينشال امينو اسيدز. اتمنى ان هيك هذا من الالفاتك. بل الاروماتيك ثلاثه، زوز اسينشال وواحد نون اسينشال، يوم الفينايل الانين، فينايل الانين غير فصل حلقه فينايل هي بنزين، وعندك شنو؟ تريبتوفان. هاتو مزوز اسينشال، النون اسينشال اللي في شنو اسمه، النون اسينشال امينو اسيد هو التيروسين. والتيروسين يعتبر عنده ميزه، ان خيره ان او اتش كونتيننج امينو اسيد، يعني عندنا ثلاثة او اتش فهي بندير عليه بولر لان عنده الاو اتش قطبيه، فانت عندك واحد اثنين ثلاثة او اتش كونتيننج امينو اسيد. اما عن الاسيدك ففيه زوز، الاسيدك زوز يطلع منهم زوز متعادلات، هما مني جلوت
يطلع منه، شوف يطلع منه حمض أمين ثاني اسمه جلوتامين، هذا متعادل. جلوتامات أسيد إيش اسمه؟ متعادل. أسبرتيت، أصلا كلمة إيت معناها حمض. أسبرتيت هذا شنو معناها؟ شنو يطلع منها؟ أسبارجين. حلو، أتمنى أن تكون هذه توشني. ميزة حاجة فيهم إن شاء الله تكون واضحة طبعا، إن كلهم بولر، كلهم قطبيات. أي أسيدك أي بيزك هو قطبي. ماذا عن شنو اسمه؟ ماذا عن البيزك؟ البيزك عندي منهم ثلاثة أحماض أمينية، أصلا تلتوا واخد معي 17. لايسين اسينشال أمينو أسيد، لايسين اسينشال أمينو أسيد مهم جدا. وعندك هيستي دين، هيستيدين شوفني انا ايش درت، كتبتهولك بلونين ازرق واسود اللي هو سيمي اسينشال، يعني جسمك يصنع فيه بكميه بسيطه، لكن انت تنمو، طفل ينمو، ام ترضع، ام حامل، حد عنده سرطان او كانسر، مو في جسمه، فيبدا شنو يبدا يتحول الى اسينشال امينو اسيد. حاجه اخيره لايسين هيستيدين ارجينين، ارجي حتى هو لونه اسود ونص شيء نين اللي هو شيء سيمي اسينشال. وطبعا كلهم شيء كلهم بولر بولر بولر. هذا 20 حمض اميني قدامك في تقسيمه ميتابوليزميه، هي على الميتابوليزم، يعني لما تكسر يبدا يتحول الى كيتون، كيتوجينيك امينو اسيدز. الكيتوجينيك امينو اسيدز ثلاثه، هي اسف زوز ليوسين هي واللايسين اللي يشبهوا بعضهم في النطق. هادم شنو؟ هادم كيتوجينيك، تكسرهم يعطوك كيتون باديز. شنو هما الكيتون باديز؟ فروض يعني في الليبد حتعرفهم تقسيمه، يعطوك ميكسد يوم ماشيني ايزوليوسين اند شوف هيا نختصر عليه، طبعا هو كلام مراجعة، مفروض كلام مراجعة. اند اروماتيك، من هم الاروماتيك؟ فينال امين، تبتوفان، و تايروسين. اخر حاجه الجلوكوجينيك، جلوكوجينيك معناتها شنو؟ لما تكسره يعطوا سكر او مركبات تشبه السكر اللي هم the remaining 14 امينو اسيد. انت فضل لك 14، اخترت 1 2 3 4 5 6، ففضل لك شنو؟ 14 حمض اميني، هادو خيرهم جلوكوجينيك. تو هيك كنا نقول لك طلع لي الاسينشال امينو اسيدز الاسينشال، فانت حتاخذ الثلاثه هادو الزوز هادو وهذا وهذا وهذا. ليش عندك اسينشال؟ عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اسينشال و12 نون اسينشال. فيري امبورتنت تمام. تو احنا ايش بناخذه؟ ناخذ ايض كيف نصنع المواد النون اسينشال. شوف الدورة هي كلها باش نقول لك اسمع انا كيف ناخذ هوا هادم 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 هذا شو نقدر نستفيد منه. ويكي حتخيل هذا بس شنو شابتر الامينو اسيد ميتابوليزم او البروتين ميتابوليزم لحد الان لحد الان. تعال معي تو نقرا الشيت ونتفهمه معاه بالضبط، او نفهمه بالضبط شنو يبي يقول. بايو سينثيسيس اوف نيوتريشنالي
نيوتريشن دي شني نان نان اسينشال شني امينو اسيدز اللي انا بنصنع اللي نان اسينشال. شو قصتهم؟ شنو الفكره؟ بسيط جدا. هاي شنو الاهميه الطبيه؟ طبعا الكلام هو رهيب، ماهوش مهم لك هلبة، لكن مهم لك كدكتور. يعني انت لما بتجي تقرا تو مش حتنسل فيه، ولكن في مشاكل تصير لو انا عندي امينو اسيد ديفيشنسي، يعني انا لو ما اخذش فحمات امينيه، لو هي ابسنت من الدايت، او في مواد يعني ناقصه، يعني مثلا تاخذ في غذاء ما في شيء حمض اميني معين، حاجات تصير وين؟ في افريقيا الوسطى، فهيك مثلا ما عندهمش تريبتوفان ولا عندهم لايسين اللي تعتبر شيء اسينشال امينو اسيد، فينصابوا بامراض زي كواشر كور وماريزموس. طبعا شنو هم كواشر كور؟ شنو هم ماريزموس؟ هذا بتشوفهم بالعين ما بتحفظهمش بالاسم. اتس فيري امبورتنت انك انت تكون عارف شنو هو الكواشر كور. كواشر كور ديزيز اهو هذا الكوشر كور، تشوفه زي توا تلقى بطنه معبيه ميه، فقير يقول له سمين، هي هذا مش سمن، هذا بيسبب نقص الالبيومين. عايشين على الحبوب بس اللي ما فيهاش نسمه، اللي ما فيهاش احماض امينيه، فتلقاه الولد بيموت من الشر فقير، لكن بطنه شيء معبيه ميه. هذا كوشر كور ديزيز. علاش تعبت الميه؟ لان ما عاش عنده امينو اسيد يصنع بها الالبومين، واصل به الامرجنسي، خلاص هذا يعني اسمه فقير هلبه، ما عندهاش البومين. تعرفش معناه ما عندهاش البومين؟ الالبومين يشد في الميه في البلود فيزلز، تطلع الميه على البريتونيوم تتجمع زي تو، يبدا شكلها بالشكل المؤسف هذا. انت بتشوفه تقول الماريزموس هي ماريزموس اللي هو يبدا بالعكس، رقيق بيموت من الشر. هذا ريليتيفلي تقول تحس ها هذا ناقص عنده هنا. شوف باش تظبط الفرق بيناتهم، الصوره هي اللي تشرح لك كل شيء. كواشر كور عنده شني؟ ما فيش بروتين فقط، هذا لا يحصل لبروتين لكربوهيدرات. منظرة زي تو يبدأ جلده على عظمة وبيبدأ بيموت من الشر. طبعا الزوز أسوأ من بعض، الزوز ما تقدرش تخير من يكون فيهم أحسن. باهي لنا بتاع البروتين الكبد بتاعه متضرر، اللي مش اللي ناقص عليه كل شيء الكبد بتاعه مش متضرر، في فرق هيك. وطبعا مرات انت تاكل في حمض اميني وتاكل في كل شيء، لكن عندك نقص في فيتامينات اللي تؤدي الى ايش اسمه، اللي تؤدي الى الهضم بشكل مليح، زي ميني زي السكيرفي. شنو هو السكيرفي؟ الاسقربوط، نقص فيتامين سي. لازم تشوفها بالصوره باش ما تنساها. هذه اللثه كيف تبدا في نقص فيتامين سي، تمسها لز الجلد يبدا زي توا هكي. اي هذا سكيري اكي تيبيكال، شعر بريتل هير، بريتل معناها متفاضي كستو. هذا شني؟ كوشر سكيرفي. هذا شني؟ سكيرفي مشاكل من مش نسمع يعني كلها يا حاجات شني مش حيصير هيدروكسيليشن. طبعا سكيرفي حينقص فيتامين سي، فيبدا شني وانا هي الكونكتيف تيشو ما نصنعش، علاش؟ ان الهيدروكسي برولين مش حنقدر نصنعها، لا هو الهيدروكسي لايسين. شنو هو الهيدروكسي برولين؟ شنو هو الهيدروكسي لايسين؟ انا عندي برولين واللايسين الحمضين الامينيين، اما لما ندير لهم او اتش نصنع كولاجين. فانت حمضين امينيين عجزت انك تدير لهم شنو اسمه، عجزت تدير لهم هيدروكسيليشن، فانا شنو يجيك سكيرفي. هاي مينكيز ديزيز. مينكيز ديزيز انا اوريك الصوره باش تبدا انت. مينكيز ديزيز هو داء في الشعر، تشوفك تظبط بالشعر، يتم الشعر
كينكي متني كومتا، ما اعرف شو يقولون بالعربي الشعر هيك لما تبدا بالشكل هذا، هذا مينكيز ديزيز. فهي طبعا الحالات هي صعبه جدا، امراض ميتابوليزم صعب علاجها. هذا شنو تشوف كينكي هير شعر متني متخصص في كمتنيه الشعر، فهي ان جروث ريتارديشن، النمو مش طبيعي. علاش؟ نقص النحاس، مينكيز ديزيز نقص النحاس. هنا خد الامراض وكل واحد شن سببه، مثلا كوشر كور ما فيش بروتين، ماريزمس لا بروتين لا كالوري، ستارش هي ستارش دايت ناقص والبروتين طبعا، سكيرفي فيتامين سي ناقص، مينكيز الكوبر. هي كذلك مرات طبعا الكوبر مهم لانزيم اسمه لايسيل اوكسيدز، اكسده اللايسين. فهي احنا ما عندناش الكولاجين مش هيطلع كويس. فهي لا طبعا شني في مرض ثاني اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكتا، اوستيو عظم، جينيسيس تصنيع، امبرفكتا يعني غير صحيح. فهي اوستيوجينيسيس امبرفكتا، فهي شوف معي شكلها اوستيوجينيسيس امبرفكتا، عيونه زرق، فهي عيونه زرق اللي هي سكليره زرقاء. فهي تخيل الكولاجين مش قادر يصنع عين كويسه، والعظام تكون شني بالشكل هذا بريتل، نقطة واسعة فاضية. شوف العظمة هي، شوف زيتك عظام مصنوعة بغلط أخطاء. فهذا الأستيوجينيسيس إمبرفكتا، العظام مش متصنعة كويس. فهي هذا شنو سببه؟ سبب إن الكولاجين جيناتيك ديس أوردرز مش مصنوع صح، يشبه المينكيز ديزيز. حتى المينكيز فصل الكولاجين مش شنو اسمه، الكولاجين مش مصنوع كويس، سواء مينكيز ولا اوستيوجينيسيس امبرفكتا. اهلر دانلز سيندروم، اهلر دانر سيندروم، اهلر ودانلز، هذا مرض يبدا الجوينت فيه هايبر فليكسبل. فهي والله يا جماعه الامراض هي انا محضر في يعني في المعادله كلها ننسى فيها. شوف هيك زي تو الجلد الاستيك هلبه زي توا، والصوابع هايبر فليكسبل جوينتس. هاي هذه اهلر دانلز سيندروم زي توا بكل بساطة. حاجات تحس يقول لك التحدي لكن هي امراض، هي امراض كونكتيف تيشيو ذات ريزلت ان موبايل جوينتس، الجوينت هايبر فليكسبل، ابنورماليتي سكين. هاي بسبب جين ويأثر على اللايسين، اللايسين لاحظ هلبة جينات تأثر عليه، هو اسينشال امينو اسيد شكله هلبة. صحيح شنو هما النيوتريشن اللي اسينشال ونون اسينشال؟ احنا قلنا عندنا 20 حمض اميني، 8 منهم ضروري ما يتواجدوا في الغذاء، 12 منهم نون اسينشال. فهي طبعا شني في 1930 هذا تم الاتفاق عليه ومش موضوعك. فهي أرجينين، استيدين، أيزولايسين، ليوسين، لايسين كذا، فما تقول لي أكثر من 8. نحي الززغ ما هذا مسمي اسينشال، 1 2 3 4 5 6 7 8، لكن هو حاطها لك هي النون اسينشال. أنا شنو قسمتهم؟ قسمتهم اسينشال نون اسينشال وسيمي اسينشال، أنا مقسمها لك هيك اسينشال نون اسينشال عادي، السيمي اسينشال حطها في الاسينشال جوكم يعني. المهم طبعا الاسينشال لازم انها تتواجد في الغذاء، والنون اسينشال مش موضوع نقدر نصنعهم في جسمي. هي هذا موضوع كملنا. فهي لينثي ميتابوليك باث ويز فور نيوتريشن اسينشال امينو اسيد، قال لك الاحماض الامينيه الاسينشال شنو نستفيد منها بجسمنا؟ والله قال لك اسمع احنا ضروري ما ناخذوهم اكسترا سبلاي، يعني ناخذهم من برا. هذا مبدئيا انك انت سميت لي شيء، شفت لي كلمه اسينشال يعني انا نسير فيك لتو. هل في ميتابوليزم شو اسمه، هل عندنا ميكانيزم او طريقه لتصنيعها
بعض الكائنات نعم، بعضها لا، لكن احنا شنو؟ احنا من بو يعني احنا ككائنات بشرية ما عندناش. فاحنا شنو؟ احنا نصنع في الايزي بهي، بينما الديفيكلت احنا فقدنا القدرة عليها. طبعا هذا كلام من منظور تطوري، يعني يقول البشر كان زمان يصنعوا في كل شيء، تطور مع الوقت جوا هي مليناش بها اي 90,000 علاقة بهي. لكن انت قاعد معي بهي ان التصنيع انت 12 نيوتريشن اللي نون اسينشال اللي هم مش مهمات، هذا مش يعني راهو يمكن لو يصير فيهم بهي ميتابوليك ديس اوردرز اسوشيتد وذ ذير ميتابوليزم. يعني من الاخير انت تخيل معي عندك مشكله في ما تنقولوا الاسبرتات ولا الاسبرجين، انت عندك مشكله في تحويل الاسبرتات الى اسبرجين، هنا تو هذا نون اسينشال ولا شن حيكون تو؟ حيتحول الى كون اسينشال. فاهمين الفكره؟ يعني انا من الاحماض الامينيه اللي نصنع فيها من بعضها، باهي عندي انزيم ناقص في عملية تحويل نون اسينشال إلى نون اسينشال، إيه عضو غير مهم أو حمض أميني غير مهم إلى غير مهم، أو مثلا زي ما يصير هنايا التريبتوفان نحول فيه، آسف الفينايل ألانين نحول فيه إلى تيروسين هنايا. فأني مرات هنا عندي خطأ في نايل كيتون يوريا، عندي خطأ. طب معلش هنايا انا نبدا نبي ننقص الفينال الانين في الغذاء، نقدر ننقص عادي، لا هو شو بيولي التريتيروسين؟ بيولي اسينشال، صح ولا لا؟ اتمنى ان تكون واضحه لي. يعني في ضيق ضايق فيا، فمش عارف شنو نقول لكم، لكن شوفي كيف فلاش لايت، فأنا آسف. خلاص هذا طبعا شنو كلام كله مش مهم الحق، مش مهم. يعني اعطيتك فقط الفكره ان راهو الاسينشال بتاخذه من الماكله، اللي مش اسينشال مش من الماكله الكلام. يعني شنو تعرفه انت من زمان هلبا، يعني كلام شنو المفترض ان شنو يكون مش جديد عليك. حلو انت شو مندير لك؟ انا حاير تو، هل نوقف اعطيك المقدمه هي بعدين نبدا شنو فيديو تاني نبدا ناخذ فيهم زغنطوطات زغنطوطات. انا اعتبر كملت الشيت، تصدق او لا تصدق، فاي خلينا ناخذوها، خلي نكملها هيك محاضره تبدا واحده بس باش يعني تفتك مني او تفتك منهم هم. طيب شو بندير؟ بناخذ الميتابوليزم بتاع النون اسينشال امينو اسيدز ونوريك كيف انا نحول فيهم ونصنع فيهم ببعض. مثلا تو انا عندي الجلوتامات نقدر نحوله الى جلوتامين بهي. ولو تتفكروا في الكربوهيدرات ميتابوليزم الفا كيتو جلوتارات اهي، شوفوا اهو الجلوتامات كمل لك الكلمه يتحول الى الجلوتامين كيف العمليه تتم بالضبط؟ انت لو ضفت هنايا ان اتش 3 ولا امين، انا كلام الامونيا هي أمونيا هي زمان في البفر استخدمناها وقلنا شنو الأحماض الأمينية تقدر تخلصني من الـ NH3. الـ NH3 شنو تعتبر؟ حمض ولا قاعدة؟ تعتبر قاعدة. فاحنا شنو الجلوتامات نشحنا يولي جلوتامين، نحي منا الـ NH3 بعادي بدي هيدروجينيز عادي جدا وأمينو أسيد ترانسفيراز، فنبدأ شنو ننقله فيه. بين أنت شنو تبي تو؟ أفهم معي بشوية بشوية.
هنا تو الجلوتامات والجلوتامين الفرق بيناتهم ان اتش 3 اي، على فكره حتى هنايا ان اتش 3 اي يعني كل ما تضيف ان اتش 3 لالفا كيتو جلوترات ولا جلوتامات، ضفت ان اتش 3 الثانيه ولا شنو؟ جلوتامين. العمليه هي شنو تسمى؟ تسمى ترانز امينيشن. شو معنى ترانز امينيشن؟ معناها اني انقلت شنو؟ امين من والى المركبات بعضها. The combined action of enzyme مثلا جلوتامات دي هيدروجيناز، هو الانزيم هو جلوتامات دي هيدروجيناز شنو يدير؟ وطبعا شنو في انزيم اسمه جلوتامين سانتيتاز ولا الامينو اسيد ترانسفيرز. كان اخيرا اللمبه شالت، طيب كان كونفيرتس الامونيوم اللي هي الامونيا الالفا امينو نيتروجين اوف امينو اسيد تنسكريت بلو شورت بات وي كوفالنت اسيد. بكل بساطه بيقول لك ان الامونيا هي امونيا هي نتخلص منها بالعمليه هي لقطه ان شنو انت عندك انزيم هنا اسمه جلوتاميد هيدروجيناز، جلوتاميد هيدروجيناز جلوتامين سينتيتاز نفس الشيء، فهي امينو اسيد ترانسفيرز لان امينو امين ترانسفيرز هذا مشيني ايش يديروا في عمليه يعني عمليه تحويل المركبات بينها وبين بعضها. شوف معي الفا كيتو جلوتارات هو لما بنجي نصنع الجلوتامات، كيف نصنع الجلوتامات؟ يعني تو كيف تنسل انت في امتحان الجلوتامات مما يصنع؟ يصنع من الفا كيتو اسيد اسمه الفا كيتو جلوتارات، وين سمع به؟ دوره جليكولايسيس. عيني دوره كريبس، هذا دوره كريبس. بهي بانزيم اسمه جلوتاميت دي هيدروجيناز بهي يصنع شنو؟ او ذلك يعتبر اول خطوه في عمليه الجلوتاميت فاميلي. هذا اسره مع بعضينا، ايش اسره مع بعضينا؟ لاحظوا معي هذا وهذا وهذا، هذا ثلاثه ما تبدا بالجلوتاميت دي هيدروجيناز ياخذ امونيا ويحطها للالفا كيتو جلوتاريت ولا جلوتاميت. صنعنا الجلوتاميت بكل بساطه. الجلوتامين أميديشن إضافة الأمين للجلوتامات باش يتحول إلى جلوتامين. من الإنزيم اللي بديرها؟ جلوتامين سينتيتاز باستعمال الـ ATP. بالأخير بناخد شنو؟ بناخد جلوتامات عادي جدا، بعدين شنو؟ بنربطه بنستخدم ATP بهي بنكسر الرابطة اللي في الجاما. طبعا مش موضوع الجاما جلوتامين، مش موضوع بكل. بعدين ال NH4 هي الأمونيا ترتبط ك NH3 طبعا باش يتحول إلى جلوتامين. السكياء هذا هو اللي تاخذه لي، تعرف السطر اللي كتبته لك فوق؟ شوف هو ألفا كيتو جلوتامات انضافت NH3 باستخدام نادو ناد بيتش، لأن جلوتامات دي هيدروجيناز أو هذا الإنزيم شو بيحول لك إلى جلوتامات آسف الجلوتامات زيد له NH3 باستعمال الـ ATP والفوسفات طبعا المغنيسيوم يبقى شنو؟ جلوتامين. بس بكل بساطة هذه الـ NH3 الأولى اللي هي هذه، وهذه من NH2 أو هي أمايد الثانية. هيك أنا خلصتك من زوز أمونيات بكل بساطة. من شنو الإنزيم؟ جلوتامين سينتيتاز رياكشن. الجلايسين مهم جدا تحفظ الجلايسين من وين يجي؟ البيروفيت. اكيد تعرف شنو هو البيروفيت، عيب على واحد متفرج على الكربوهيدرات ميتابوليزم وقلتها في الكربوهيدرات ميتابوليزم، يعني نقدر نصنع شنو؟ نقدر نصنع جلوتامات من شنو اسمه. العمليه بسيطه جدا، انزيم اسمه شنو اسمه، انزيم اسمه جلايسين سانتيز اهو، لا على كل حجم البيروفيت يجي الجلوتامات او الاسبرتات بهي. شوف العمليه بتاع الترانز امينيشن. شوف في قاعده تقول لك اي حمض اميني زائد
الفا كيتو اسيد، الفا كيتو اسيد. عملية الترانس امينيشن حيطلع نيو امينو اسيد زائد نيو الفا كيتو اسيد. شن تقول يا محمود؟ شن تقول يا محمود؟ ايه يا باهي اسيد. شوف خذ معي متى جلوتاميت. جلوتاميت حامض اميني زيد لي الفا كيتو اسيد. شنو الفا كيتو اسيد؟ مثل البايروفيت الفا كيتو اسيد. نعم 8 معناها حمض صحيح، والفا كيتو عنده في الذره رقم الفا اللي هي الاولى. شوف جاي بنحوله الى او بندير عمليه ترانز امينيشن. شوف العمليه هي الانزيم اللي هارب مني اسمه ترانز امينيز. ترانز امينيشن النقله هي شنو بنحول؟ بنحول ان اتش 3 بوزيتيف الى بايروفيت. البايروفيت شنو كان عنده؟ هذا عنده سي او او نيجاتيف وان اتش 3 بوزيتيف. هذه النقطة شنو؟ هذا الحمض الاميني. تفكروا فيه ولا يا جماعة؟ نمشي وشي خير نظلمك. دير روح فلاش بيعمل لي عيون. فالمهم انك دير روحكم تشوفوا فيه. علاش بتشوفني؟ اسمع كلامي. المهم الحمض الاميني يعني يا جماعة الحمض الاميني عندك سي او او نيجاتيف ان اتش 3 بوزيتيف. عندي هنا هيدروجين جاية مع العروسة وهنا الارسايد جروب. لو بنفعل مع الفا كيتو اسيد، الفا كيتو اسيد عبارة عن شنو؟ عبارة عن سي شوف جاي ار سايد جروب اي سي او او نيجاتيف. هذه الذرة الفا، هذا علاش قلنا الفا كيتو. وهنا عنده شنو؟ عنده او كيتو. مش موضوع تمشي انت شو بتدير؟ تحول الانشتريا الى هنا. شو حيعطيك الناتج؟ هذا حيولي بالشكل هذا، حيفقد ال NH3 فولا الفا كيتو اسيد. الفا كيتو اسيد نيو. علاش نيو؟ الفرق في الار سايد جروب هي هذه خلاص ولت زايد شني. هذا نيو امينو اسيد يبدا شني ان وسي وار واتش. هذا الامينو اسيد التعريف بتاعه. فاذا القاعده تقول في الترانز امينيز اللي بناخذ الفا كيتو اسيد بناخذ حمض اميني، ننقل مجموعه الحمض الامين الى الفا كيتو اسيد. فالالفا كيتو اسيد يولي حمض اميني، والحمض الاميني شنو بيولي؟ بيولي الفا كيتو اسيد. فالجلوتاميت لما بتنحي منه ان اتش 3 شنو بيولي؟ الفا كيتو جلوتاريت. صح ولا لا؟ انت مشيت هيك توا البيروفيت زدت له ان اتش 3 شو بيولي؟ جلايسين. ان ان عمليه هي كل الماميليان زي في ديرهم كل الثدييات رجعوا منيح بهي. احنا تو عندك شنو الحب؟ قال لك شنو الجسم يحب يدير التفاعل الهواء وكذا. مش موضوع البرولين اللي هو الامينو هو عباره قال لك ناتج عن تقصير الجلوتامات. تصنيع البرولين من الجلوتامات employs reaction similar to those proline catabolism but which glutamate الدلتا فوسفات is an intermediate. يعني انت شنو بدل ما تضرب الجاما في الجلوتامات فانت حتاخذ شنو؟ وين الرسمه بتاعها؟ شوف حط لي هنا هو البرولين هو. شوف خذيت جلوتامات فهي انزع دخلت اي تي بي للذره هي بدل من الذره هي جاما هي طلع تبدا شنو تبدا تركب فيه. هذا شكل البرولين النهائي. باش نبي نعرف منه نبي نعرف ان شنو ان البرولين يجي من الجلوتامات بالثدييه هذه هي.
الجلوتاميت يجي من البرولين. تو اللي تو اللي تو شوف هي احنا خدينا اول واحد. خلي ده لك كيف تكست بهي جلوتاميت من وين يجيني؟ او خلي نقول جلو الالفا كيتو جلوتاريت تعطيني شنو؟ جلوتاميت. الجلوتاميت شنو يقدر يعطي؟ جلوتامين. حنسألك بعدين في الانزيمات بعد شوي، استنى بس صبرك علي. عندنا الثاني واحد البايروفيت اللي هو الفا كيتو اسيد، شنو يعطي؟ يقدر يعطي جلايسين، صح ولا لا؟ هوبفولي انها تكون واضحه. الجلوتاميت شنو يقدر يعطي؟ يعطي برولين. لو ضربنا شنو؟ دلتا مش الجاما بكل بساطة وسهولة. لتو هذا اللي اخذناه لتو، الكلام سهل عبارة عن انك انت بتحفظ. السيستين السيستين و not mutually essential، لكن هو طبعا مش essential، نديره بالأزرق أحسن، مش essential، لكن سيستين formed from ميثيونين. عرفتها هي النقطة، إن احنا نحتاجه الميثيونين اللي هو essential بهي، اللي بيتحول في الوسط إلى هوموسيستين، مركب خطير جدا. لقطة يا ركز لي فيها بالله عليك، ركز لي فيها هي. مش شايفها. شوف الفا كيتو جلوتاريت لحم فيتامين سي برولين، هذه هيدروكسي برولين، هذه تفعيل الكولاجين بهي. انا نبي ندور على واحده ثانيه اللي هي مش الرسمه، بس باش نشرح لك عليها. هي. شوف معي، شوف السيستين اهو، السيستين باش تصنع بصراحة يمر بهلبة تفاعلات. هنا هي الميثيونين يا جماعة فضل فيتامين بي 12 بيتحول، أو في الميتابوليزم في الدماغ بيتحول إلى حاجة اسمها هوموسيستين. هوموسيستين حمض أميني لكنه خطير وسام لجسمنا. شنو بيجي بيتفاعل معه؟ السيرين باش يطلع سيستاثيونين. السيستاثيونين ينفصل، شوف هي السلفر تنفصل، هنا بنحط H2O، شوف هنا H2O خشت، فيبدا شنو يولي سيستين وهومو سيرين، والهومو سيرين برضه حتى هو بنتخلص منه. هنايا تو النقطة هنايا السيستين من وين يجيك من الميثيونين، نكتبها هنا بعد شوية. يعني تو هنا السيستين هو مش اسينشالي، لكن يصنع من مني الميثيونين اللي هو اسينشال. فولو كونفرجن اوف ميثيونين الى الهوموسيستين، هي بعد الهوموسيستين والسيرين يرتبطوا باش يصنعوا السيستاثيونين، بعدين تتحلل بنضيف الميه وتولي شنو السيستين وهوموسيرين. معناها انا تو كان بجيب في الملخص بتاعي شنو بنقول؟ بنقول هيك شوف ميثيونين، شوف هي بدي لك زيت سيرين، شو بيطلعوا لي هومو سيرين. عارفنا في هوموسيستين، بعدين وليت هوموسيستاثيونين كذا اختصرها هي، ثم زايد سيستين اهو احنا نبوه، ومهم جدا لجسمنا. أتمنى أن تكون واضحة. هذا الملخص. أهي. الملخص الثاني، خلاص كملنا سيستين. طبعاً الجلايسين نقدر نصنع حتى من الكولين. تفكر في ستايل كولين. أهي. الكولين دي هيدروجينيز. تقدر تصنعها من السيرين. تقدر تصنعها من أكثر من مكان الجلايسين. شوف السيرين نفسه اللي هو الـ OH containing، هي الـ OH. قطها الـ OH هي. بهي وارفعها للفولات، التترا هيدروفولات ياخذ شو اسمه، يبدا جليسين.
الجليسين، شوف هي الجليسين يقدر، فهي نقدر نقول لك اسمع، حتى شوف شوف سيرين يقدر يصنع جلايسين، الكولين يقدر يصنع جلايسين، الجلايسين اللي يجي يصنع. أموره طيبة، مش معادي حد، هذه نبوها هنايا، خلي بشني، هذه نضيفوها للجروب بتاعنا، هذه نردوها ببساطة. إن شاء الله يا رب تكون واضحة لكم على قدر الإمكان، الإمكان فاضي. المشكلة إن أي إمكان بنجيب اللب صح، لكننا نحاول. حاول نلبس لكم شي جاي، هيا خلينا نلخصك. بقولك حاجة، ما أديرك صح ولا لا؟ وأنتم تكتبوا معي المفروض. تمام جماعة، هذا ملخص لتو الطرق اللي صنعنا بها الأحماض الأمينية النون اسينشال. يا جماعة تتفكروا في الجليكولايسيس، التري فوسفو جليسريت اللي انقسم لما قسمنا الجلوكوز، هذا دخل له ناد اتش، تطلع من البي اتش، يبدا شنو فوسفو هيدروكسي بايروفيت، ضيف له الفا كيتو اسيد ترانس امينيشن عادي جدا، امينو اسيد، خد منه الان اتش 3 ولا الفا كيتو اسيد ترانس امينيشن، ولا الفوسفو السيرين نح الفوسفات طلعها بالميه، ولا عندك سيرين. الفكره ان شنو ثلاثه فوسفو جليسريت هذا الجاي من جليكولايسز شنو يصنع لي سيرين بكل بساطة. على الملخص بتاعنا واكتب، اكتب ان 3 فوسفو جليسريت يعطيني شيء سيرين. هوبفلي ان تكون العملية واضحة. طبعا ما تبيش انت لا تفاعلات ولا اي شيء، اكتب تنسى. فهي 3 فوسفو جليسريت عن طريق الديهيدروجينيز تتحول الى 3 فوسفو هيدروكسي بايروفيت، بعدين ترمينيشن اوف سبسيكونت دي فوسفوليشن تنزع فوسفات من هي الفوسفو تنزعها تولي شنو سيرين. اذا السيرين من وين جايه؟ جايه من تري فوسفو جليسريت اللي هو شنو في الجليكو لايسس. من ان الكلام مفروض يكون سهل، مفروض الحمد لله. في اسبرجين هو راح يشوف الانين واسبرتات، الانين والاسبرتات يا جماعه نون اسينشال، هذا سمبل وهذا اسيدك. ترانز امينيشن اوف بايروفيت يصنع الانين وش اسمه لا اله الا الله، ترانز امينيشن من البايروفيت نقدر نصنع الانين واسبرتات، ترانز امينيشن صحيح. كذلك الاوكزالو اسيتات، تفكروا في الاوكزالو اسيتات اخر مركب في شو اسمه في الدوره يصنع اسبرتات، دوره كريبس. شو جاي شو جاي، اعطيها لك اكتبها لك كمعادله. بايروفيت صحيح، بايروفيت الديلا ترانز امينيشن، يعني تجيب لها الفا كيتو جلوتاريت تاخذ منها ال NH3 وتعطيها لل ترانز امينيشن، شو حينتج الناتج؟ بايروفيت حيعطيك شنو؟ الانين. هذا تفاعل، هذا تفاعل. طبعا البيروفيت راهو يشكل هلبة مركبات. ماذا لو اني انا نبي شني اوكزالو اسيتات، اوكزالو اسيتات اسيتات
برضو خش عليه ترانز امينيشن، جبت ان اكستريم من افكتو من جلوتامات ناتش حيكون اسبرتيت بكل بساطه. هذا شو اسمه، هذا الكلام اللي انت شنو ما تبيش كتفاعلات، تبيش توجع الراس هو تفاعلات كيف ما تبيهاش. باهي اسبرتيت نبي نحولها الى اسبرجين، شو بندير؟ اسبرتيت اسبرجين ترى نضيف ان اتش 3 زي الجلوتامين، زي ما صنعنا الجلوتامين. عندنا شنو اسبرجين سنتيتيز بنفس اللقطه، تاخذ الامونيوم وتتخلص اصلا من الامونيوم عن طريق انك انت ترشقها في الاسبرتيت يولي شنو اسبرجين عن طريق تنحيه الفوسفات واسبرتايل فوسفات. اسف انك ضفت شنو، ان شغلت فسفرت ذره في الاسبرتيت، بعدين حطيت نحيه الفوسفات وحطيت بدل هاي نشتري تفاعل هو يحب جسمك باش يتخلص من شيء من الامونيا. بكتيريا اسبرجين سنتيز طبعا هذا يعني مكتشفينه في البكتيريا دوا خاطر وموجود حتى في جسم الانسان. شوف قداش تو احنا شني قداش صنعنا، لا 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 قداش صنعنا شني حمض امين اسبرتيت بالترانز امينيشن، يعني نقل شنو اسمه شنو درنا اسبرجين بنفس التفاعل. شوف ننسخ هذا التفاعل او شرك فهيك بهيك. شوف نديرها زي ما درنا لل زي ما قلنا الجلوتامات. كلها بالترانس امينيشن الحنيه تفك. يا كلمه اللي بيقاش. خير هذا ملخصك. طيب هذه يا جماعه الحاله خلنا نشرح لكم طب البهيم. هذه أزمة مايلد أزمتك، لأنك أنت تبدأ نعم زكي تشم حاجة شوية غبرة كذا تتسكر الشعب الهوائية، تبدأ مش قادر تتنفس شوية. عادة حلها بخاخات، لكن هنا جو نتكابر على روحي وصل نادرة ما تصيب لي فتقعد شوية وتتنحى بروحها سريع. conversion from cystine to serine هذا كله كلام شنو تكلمنا فيه، ان الهوموسيستين لما تحول ميثيونين مع السيرين بتولي هوموسيستين، هوموسيستين بعدين سيستاثيونين ويتحول الى هوموسيرين وسيستين لما تدخل السيرين. باهي تمام. لتوا ان شاء الله يكونوا تفاعلات مفهومه. توا شنو نبي؟ نبدو نخش في التيروسين. التيروسين حمض معكوك شوية، معكوك شوية. علاش؟ أنا شرحت لك بكرة عطيتها لك هيك سم في عسل، لكن الكلام عليه خطير هلبا لأن شني تترتب عليه أمراض خطيرة. بعدين باقي الأمانة هيك بيبدأ شني بيبدأ لعب صغار. هيبدأ لعب صغار. هيك وصل نكون كملنا الشابتر. أنا آسف يا جماعة، تعال معايا. أنا غير بس نبي نتأكد إن أنا مش مخلي فراغات، لأن أنا طريقة التكست بوكس تلخبط الجماعة في إنك أنت تبدأ كيف ماشي تتبع السطر اليسار بعد اليمين ثم مرة تنزل لوطة. طبعا إنزيمات ما تحفظش باهي إلا ترانس أمينيشن، إنك زي نقطة ترانس أمينيس هذه اللي نبيها. تيروسين، تيروسين يا جماعة باش يتصنع تيروسين، باش تصنع تيروسين انت محتاج فينايل الانين. الفينايل الانين هو بي هيدروكسيلاز،
فينال انين هيدروكسيلاز يحول فينال الانين الى تيروسين. بالله عليك هي الجمله هيك اطبعها في دماغك. لو غذائك فسطه فينال الانين بما يكفي، فانت التيروسين معهم راح يكون شو اسمه التيروسين حيكون نون اسينشال. لكن تفاعل هو irreversible، ما تقدرش تصنعه. فلو كان التيروسين يعني شوف هيا، لو كان عندك غذاء ما فيش فينال الانين، فالتيروسين مش هيتحول الى فينال الانين، فينال الانين يتحول الى تيروسين وليس العكس. very important. فاذا لو كان عندي مثلا انا مثلا تقول لي والله اسمع مش مظبوط صنع في بعضها يا سيدي، انا بناكل تيروسين كل تيروسين صحتين، لكن مش هتقدر تصنع فينال الانين. وعلى فكره فينال الانين هو اسينشال لكن مش من الاحماض الامينيه اللي تشارك قلبها في الجسم، ما يبنيش في البروتينات عاده شيني يتحول لتيروسين ويكمل الخدمه. فينال الانين يا جماعه قلنا شيني طبعا في اوكسيديشن بار اوبوزيشن فينال الانين كل كلمه هو ما نبوشي، اللي نبيه ملخص هو اللي بنكتبه لك، الملخص اللي بنكتبه لك ان فينايل الانين بنديرها لك. شوف هي بنديرها لك سهم مش معناه الريفرسبل بلا تيروسين. طبعا الجلوتامات والاسبرتات كلها ريفرسبل، كل البيروفات الى كولين الى جلايسين الى سيرين كل هذه شنو ريفرسبل. هنا اول تفاعل تسمع الريفرسبل، اتمنى انها تكون واضحه. طبعا يطلع نات بي اتش مش موضوعك. خلاص سمت. لكن اسمع، في لو ان مثلا غذائي ناقص ايوه هي الفينال كيتونيوريا تصير لما الانزيم هو ما عندكش، لما الانزيم هنا انت ما عندكش. انا تو التيروسين بيبدا اسينشال ولا نون اسينشال شو بيصير؟ فاهمين ايش بنقول؟ لا بتلقى روحك مضطر انك انت تاكل تيروسين. اتمنى انها تكون واضحه. هذه بي كيو فينايل كيتون يوريا يبدا شنو؟ مش الفينايل يبدا كيتوجينيك ميكسد هو ولا يطلع في البول. بقى زوز احماض امينيه هم مش في... هم نون اسينشال. هم شنو؟ عندك البرولين واللايسين، اما زوز احماض امينيه لو خديتهم الزوز ضفت لهم او اتش فانت حتصنع هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين. صعب الكلام ابدا 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 ابدا. شو بندير بيهم اما اكتف او خلينا نقول ماتيور كولاجين بل هيدروكسيلاز هذا يتم بواسطة فيتامين سي مساعد كوفاكتور للهيدروكسيلاز. هذا علاش نقوله كولاجين حينضرب لو فيتامين سي ناقص، فيتامين سي يساعد في الهيدروكسيلاز وعملية الهيدروكسيلاز هي اللي من البرولين واللايسين باش تصنع هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين. هاي هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين تصير للكولاجين. هي كولاجين عنديش ترانسفير ار ان اي للهيدروكسيليتد امينو اسيد، يعني ما عندناش حمض اميني متهدركس الا التيروسين والسيرين والثريونين، لكن البرولين والهيدروكسي برولين نضطر نصنع نركب في الاول برولين واللايسين ويجي انزيم ياكسده. فلازم العمليه تتم خصوصا في جولجي اباريتس. فالمهم الانزيم يسمى بيبتيدايل هيدروكسي برولين ولا هيدروكسي لايسين في بيبتايد يعني تصنع السلسله البيبتيديه زي توا. نجي نقعد نضيف في اوتش هنا نضيف في اوتش هنا في حاله انه كانوا هيدروكسي لايسين وبرولين هي برولين ولايسين بس اونلي مش مكمل
كامل للأسف. لكن عموما هذا برولين بالاسكوربيت من هو هو فيتامين سي اسكوربيك اسيد. اخذ الفا كيتو جلوتاريت تولي ساكسينات، هنا بناخذ منها اوكسجينا وجود الحديد طبعا، يبدا شنو هيدروكسي برولين، هي هيدروكسي برولين. فمكبرات الدنتو بيبدا هي هيدروكسيليشن اوف بيبتيدايل لايسين كاتالايز باي بروبلايل، هي برولايل هيدروكسيليز واللايسايل هيدروكسيليز. يعني اسم الانزيم شنو هو؟ لللايسين لايسايل هيدروكسيليز، البرولين برولايل هيدروكسيليز. وين موجود؟ في السكن، في العضلات، في الجروح اللي بتلتئم. واحنا شو نبو للعمليه هي؟ نبو اكسجين واسكوربيت فيتامين سي وحديد في صيغه فرس والفا كيتو جلوتاريت باش ناخذ منه الاكسجين. باهي هيدروكسيليز ار ميكست فانكشن اوف، عند ميكست فانكشن اوكسجينيز، يعني هيدروكسيليز يضيف ميه ويضيف يأكسد باضافه الاكسجين. وان اتوم اوف اوكسجين از انكوربوريتد للبرولين ولا اللايسين، زي ما قلت لك بياخذ اكسجين بحطه للبرولين ولا اللايسين. ونقص فيتامين سي شن حينتج عنا؟ سكوفي. اذا هنا شن نحتاج انا في الملخص بتاعي هنا شن بنقول؟ بنقول اسمع هنا تركز معي، برولين and لايسين بفضل مني، بفضل هذا اللي بالقوسين بفضل الفا كيتو جلوتاريت و او 2 و هيدروكسيليز الانزيم and اخر حاجه شنو؟ فيتامين سي. فيتامين سي شو حيعطيني الناتج؟ هيدروكسي برولين and هيدروكسي لايسين. اتمنى ان تكون شنو الكلمة واضحة. باهي باهي تمام. الباب بتاع الداخلي المسوط بس او سكري هذا سكري خلاص. لتو احنا ماشيين، اعتقد ان الملخص هو يعني شنو يوضح لك ان قديش من العملية عبارة عن تركيب. الثلاثة البرانشز، الثلاثة برانشز ما والله ما عندك ما بتقول فيهم. بهي اليوسين والفالين والايزوليوسين ار اول نيوتريشنلي اسينشال. التيشو امينو ترانسفيرز ريفرسبلي انتر كونفيرت اول اوف 3 امينو اسيدز اند ذير كورسبوندينج الفا كيتو اسيدز اند ذيس الفا كيتو اسيدز ثس كان ريبليس ذير امينو اسيد ان ذا دايت. شو معناها؟ قال لك انت لو خدت لي ثلاثة احماض امينية، هي ثلاثة احماض امينية هي اليوسين ايزوليوسين وفالين، هذا هذا وهذا، نقدر عندي ترانس امينيز يحولهم الى الفا كيتو اسيد الفا كيتو الفا كيتو. لكن لكن انت من الالفا كيتو اسيد ما تقدرش تصنع، انت ما تقدرش الا انك تجيبهم من برا، فما في مش فكرة احنا مصنع الشيء. ما هي طبعا انت لو جبت الالفا كيتو اسيد عادي، يعني لو جبت ماكلة فيها الالفا كيتو اسيد بتاع الاحماض الامينية هي عادي. يعني انت شين تجيب القصة؟ يجيب لي الامينو اسيد من الدايت، او انك انت تجيبهم لي الالفا كيتو اسيد من الدايت، وانا بعدين نقدر شيني بالترانز امينيشن نحول هذا الى هذا وهذا الى هذا. شنو بنقول لك بكل بساطه؟ اليوزين ايزوليوزين فالين الالفا كيتو اسيد بتاعهم مش مهم اسمائهم، مش مهم لك اسمائهم، لكن
احنا عندنا الترانس امينيز، الاحماض الامينيه ثلاثه هي ما نقدرش نصنعها، والالفا كيتو اسيد الثلاثه بتاعتها ما نقدرش نصنعها. فلو جبت لي في الغذاء الالفا كيتو اسيد عادي ما تاكلش الامينو اسيد، ولو جبت لي الامينو اسيد مش لازم تجيب لي الالفا كيتو اسيد، جسمي يقدر يشيل يحوله. هذا هو سيلينو سيستين. سيلينو سيستين اللي هو الحمض الاميني ال 21 في الوجودة في البروتينات انكومن. شنو سيلينو سيستين؟ يوجد في اكتيف سايت بعض الانزيمات ومهم للريتوكس رياكشن اللي هم الاختزال وهتف اكسده واختزال هاي زي الثيريو ثيريو ديوكسين ريداكتاز جلوتاثيون بيروكسيداز و داي دي ايودونيز، هذا اللي موجود في الثيروكسين اللي يحول في الثيروكسين اللي يحول في التي 4 لتي 3. شو قصتهم هما؟ شو قصتهم؟ ثلاثه انزيمات موجود فيها سيلينوسيستين، هذا اللي بيقولوا لك ثلاثه انزيمات فيها سيلينوسيستين. قال لك شني احنا تو شني احنا هما قال لك وجود السيلينوسيستين مهم للانزيمات هي. Significantly replacement of cystine by cystine can significantly decrease the catalytic activity. يعني قالك لو بنحط السيستين بس الانزيم ينقص، لازم السيلين والسيستين. طبعا السيلين ما هي هذا شنو هذا يعني سيلين سيلين وسيستين هي راكبين في بعضهم حمض اميني مختلف. شوف هيا impairment in a human selenoprotein have implicated in tumorigenesis. tumorigenesis tumor يعني ورم، genesis شنو اسمه تصنيع. يعني شنو لما يبدا ناقص سيلينوسيستين السرطانات تزيد، علاش؟ انتفاعلات الاكسده الاختزال مش هتخدم كويس، فري راديكلز تكسر الخلايا ونمو غير طبيعي واتيروسكليروسيس اللي هو تصلب الشرايين اند اسوشيت ويت سيلينو سيلينيوم ديفيشنسي. طبعا سيلينيوم العنصر هاي اللي هو شنو كيشان ديزيز كارديومايوباتي، هذا شنو مرض للقلب اسمه كيشان. هذا شنو لما يبدا السيلين ناقص. طبعا السيلين من التريس اليمنتس اللي نادر جدا وجودها في الجسم، لكن وجودها منحصر على بعض الانزيمات. السيلين يشد مع السيستين ويكون لك شنو يكون لك انزيمات مهمه جدا. باي سينثيسيس سيلين سيستين ريكوايرز سيستين، هي تبي سيستين وسيلينيوم هو اس اي او 4 اي تي بي سبيسيفيك ترانسفير ار ان اي، بعض الانزيمات اللي تكون الهيكل الكربوني للسيلين سيستين، وبعدين اي تي بي السيلينات. ف بكل بساطه لحد هنا انت شو تبي يقول لك؟ انه بيقول لك باش تصنع السيلين سيستين تبي شنو؟ تبي بضاعه سيلينات تنسمع تبي سيستين اكيد طبعا ما هي تبي اي تي بي تبي تي ترانسفير ار ان اي خاص يحمل السيستين. على عكس الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين سيلين سيستين ارايز كو ترانزيشنالي ديورينج انكوربوريشن انتو بيبتايد. شو معناها؟ احنا قلنا في ترانسفير ار ان اي يعني شنو اثناء عمليه الترانسكريبشن يتصنع، مش زي الهيدروكسيبرولين والبرولين انك بعد ما تصنع البيبتايد وتصنع البروتين اللي هو الكولاجين الاماتيور تجي تبدا شنو تتاكسد. لا، هذا انت اول ما بتكون البيبتايد ترانسفير ار ان اي اول ما حط السيستين على طول السيلين يجي يدير التفاعل او نربطه بالسيلين. The UGA anticodon of the unusual transfer acid designed RNA selenium normally signals stop the ability of the protein synthetic apparently to have specific UGA codon. طبعا الكلام هو هذا الكودون بتاع الترانسفير ار ان اي انتيكودون ما تبيش يبقل. الكلام هو الانسيرشن اوف اليمنت ستيم لوب. طبعا شنو احنا عندنا هيك ترانسفير ار ان اي يبدا هنا في UGA، فهي
هنا عندك شنو يبدا السيلينيوم في الموجود هنايا، اول ما السيستين ينشد يرتبط معاه ونحطوه شنو في البيبتايد بوند. طبعا كلامه هو انت ما تبي شيء لايجيز ما لايجيز سبسيكوينت ريبليسمنت اوف سيرين اوكسجين باي سيلينيوم على ضمانتي، على ضمانتي جزئيه هي ما ما تبيهاش، لكن انت عارف ان الترانسفير ار ان اي سيسترايل هو اللي جاي بسيستين راهو سبيسيفيك، سبيسيفيك يحمل سيلينيوم صحيح. It's a presence of specific elongation factor recognized selenium cysteine. Selenium cysteine can be incorporated into proteins. مش موضوع selenium cysteine. فكرة إن عندنا إحنا selenium cysteine وين صنعنا أو وين صنعنا أثناء عملية الترانسكريبشن ويعتبر elongation factor. أنت تبغى تعرف شنو هي elongation factor؟ بحق. إحنا صنعنا بترانسفير RNA خاص وش اسمه؟ ما في ملخص أنا إيش المفروض نقول؟ بالملخص بنقول لك اسمع، انت بحاجه الى السيستين الزايد ATP زايد ترانسفير ار ان اي خاص زايد سيلينيت اللي هو سيلينيوم باش تطلع شنو سيلينيوم سيستين اللي شنو مهم هو اللي important in redox reduction oxidation reaction بس اكي انا الخص لك الدنيا كلها. كملنا يا جماعة، أنا آسف على إن المحاضرة طويلة، أنا آسف إن المحاضرة مش زي ما أنت تبي أو زي ما عجباتك، محاضرة يعتبروها مجانية، حنعطيها يعني حنحطها لكم في الجروب، سواء أنت مشترك في منهجي ولا لا، مش حتفرق معاك، حنحطها في منهجي اللي يعني يحب تتابع الفيديوهات، ولكن يعني شنو وديدة مني ليكم لأن أصلا يعني الظروف كنوع من الاعتذار. انشروها لو تبوا بين يعني بين خوتكم واصدقائكم واحبابكم تشوقوا لي، فنتلاقوا على خير ان شاء الله. بنستقر عهدي في بريطانيا بدنا نكلم لكم وار جوا، فاتوقع ان الظروف حتكون احسن باذن الله تعالى. كنت معاكم اخوكم محمود زقلان، نتلاقوا على خير في فيديوهات جايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.